يعني شفتوا الماسكات حقتي هنا؟ هذا هنا هنا هذا المفضل عندي، هذا اللي انا دائما اي وحده عندها مشكله سويتي ماسك الشوفان. اهلا اهلا، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. معكم ساره صوفي، واليوم حسوي لكم ماسك الشوفان. هو ماسك الاوتميل. ماسك اليوم حيكون مكون من الشوفان فقط، واوريكم كيف الخطوات، مره سهله وبسيطه واي وحده فيكم ممكن تسويها. على فكره ترى هذا دائما عندي بالثلاجه. تحتاجي كوب شوفان وكوبين مويه، وبعدين عندك هذول الاثنين. تعرفوا هذا القماش حق ايام زمان امهاتنا لما يسووا الجبن في البيت؟ او لو ما عندك هذا، تعرفوا الشراريب هذه الستوكينج، هذا كويس. الحين طريقه التحضير مره سهله. اهم شيء انه لازم يعني نلين الشوفان، تهرسيه، تخليه زي العجينه. والله شوفي انا بستناها بس تتهرس وبعدين حخش ونعجن. يعني شوفي اهي بدات تلين، بعدين احرسيها كذا، اغسليها بالقماشه. اوكي، بعد الخطوه هذه اتاكدي انه المويه ما تكون حاره، عشان حتروح تجمعي هذه القطنه كذا وحنبدا نعصر. عاد ما ابغاكم تحرقوا نفسكم، سو بس تجمعوها بهذه الطريقه. شايفين كيف؟ شايفين؟ عصرته كله، وهذا الشوفان اللي جوا الحين ما احتاجه، بس ممكن تستخدميه تسوي سكراب، حرام ترمي. بس اهم شيء هذا، شوفي كيف طلعنا. بس قبل، انا شخصيا احب اني اغسل وشي واتاكد انه بشرتي رطبه ونظيفه، وبعدين احط الماسك هذا، عشان انه بشره الجسم زي الاسفنجه، لما تشربيها مويه وبعدين تحطي لها ماسك، اولا بيخلي الرطوبه في جسمك، انه جسمك يكون شبعان وشارب مويه، وفي نفس الوقت انه هذا ما ينشف بسرعه. لما تحطي الماسكات على بشره جافه ما تشوفي الا الماسك نشف معاكي، ولو حطيتيه بالثلاجة وبعدين حطيتيه على بشرتك يكون كمان أفضل، عشان أنت بهذه الطريقة بتسكري المسام. سيبيه على بشرتك 20 دقيقة، نص ساعة، كل ما سبتيه أكثر كل ما يكون أحسن. يعني يساعد إنه يعدل من مستوى الحموضة في البشرة اللي هي الـ pH level. هذه لو زادت عندك ولا نقصت عندك، هذا اللي يخلي بشرتك اما جافه او اما مره دهنيه. عاد اللي حلو في هذه الماسك اللي في الشوفان انه يعدل من هذه الليفل، فاهمين قصدي؟ عاد الماسك هذا كويس للبشره الجافه العاديه والدهنيه، ويساعد انه يتخلص من الزيوت اللي في البشره. عاد كثير للناس اللي بتعاني من الحبوب، ظهور الحبوب، هذا الماسك يكون مره مفيد بالنسبه لك. غسلت وشي وحطيت، حط اي مرطب اللي يعجبك. وبس حابه بس اقول لكم نصيحه سريعه، شفتوا علب الكريمات؟ عاد لا ترميهم، انا ابغى احط الماسك فيه بعدين احطه بالثلاجه وبس. وبس هذا هو كان ماسك الشوفان، مرة سهل وسريع وبسيط وفوائده مرة عالية. عاد أمانة يا بنات، جربوا جربوا، يعني شوفوا من كل الفيديوهات اللي سويت لكم إياه هذا بالذات. يعني شفتوا الماسكات حقتي هنا؟ هذا هنا هنا هذا المفضل عندي، هذا اللي أنا دائما أي وحدة عندها مشكلة سويتي ماسك الشوفان، طب سوي ماسك الشوفان بعدين تعالي تكمل معايا. هذا أول دائما جوابي في كل شيء. عاد جربوا